تلعب أوزجياجيز بصفتها إحدى الممثلات المشهورة في بلد تركيا دوراً نشطاً في كل لحظة من حياتها اليومية، بالإضافة إلى براعمها علاقتها مع عائلتها أصدقائها. أصبح معجبي أوزجياجيز ولي أهمية لأوزجياجيز، ويريدون أن يعرفوا كيف تتماشى حياتها الحقيقية. أوزجياجيز تستيقظ في الساعة 9 صباحا وتذهب لممارسة الرياضة أولا بعد الإفطار في الصباح. تعتبر اللياقة البدنية من أهم الأنشطة في حياة أوزجياجيز. الشكل المادي مهم بشكل خاص للحفاظ على توازن الجسد والروح. بعد التمرين من الممكن أن ترى أوزجياجيز تقضي بعض الوقت من حياتها اليومية لقضاء بعض الوقت مع أصدقائها. تتناول الإفطار مع أصدقائها لثاني مرة. في نهاية اليوم تخرج وتمرح. بقية اليوم تعمل أوزجياجيز في مشاريعها أو أعمالها الخاصة. قرب نهاية حياتها اليومية تقضي أوزجياجيز بعض الوقت للتواصل مع معجبيها على الإنترنت. تقضي وقتا رائعا مع معجبيها وترسل لهم رسائل. أوزجياجيز في نهاية يومها تأخذ وقتا للراحة. أحيانا تأخذ وقتا للجلوس في المنزل والاسترخاء. في أوقات أخرى تشارك في أنشطة مختلفة مثل الخروج مع الأصدقاء، حيث يمكنهم الذهاب لمشاهدة فيلم أو الذهاب في نزهة على الأقدام. تقضي أوزجياجيز أيضا بعد الوقت من حياتها اليومية تحسين نفسها وتعلم أشياء جديدة. تحب القراءة وخاصة قراءة الكتب حول مواضيع مختلفة. أيضا تحضر دورات مختلفة لتعلم مهارات جديدة. ولأوزجياجيز أهمية كبيرة لصحتها وزنها الجسدي في حياتها اليومية، فهي دائما ترتدي نظارات شمسية وواقي من الشمس. بالإضافة إلى ذلك في كل لحظة من حياتها اليومية تذهب إلى الفحوصات الطبية لإجراء فحص طبي كامل وشامل. تقوم أوزجياجيز بأنشطة تتعلق بحياتها اليومية مع أصدقائها ومعجبيها وعائلتها وعملها. تستخدم أوزجياجيز كل لحظة في حياتها لتحسين نفسها. شكرا لمشاهدة الفيديو الخاص بي، وأتمنى أن تشاركوني بتعليقاتكم في قسم التعليقات بالفيديو. ودعاً.